حياته الليلية في البترون تركت النوادي ونزلت إلى الشارع العام بآلاف السهرين في أضخم السهرات الراقصة التي يشهدها صيف لبنان. هالمشاهد منا من مهرجان الحب برلين ولا بأي بلد أوروبي، هالمشاهد من مهرجان لبناني بامتياز استحق شهرة عالمية بعد ما جمع أكثر من 15 ألف شخص بشارع واحد بالبترون، وبسهرة استمرت لبعد ما غف القمر بساعات. كيف بلشت هالفكرة مع المنظمين؟ السنة مهرجان البترون على شهر كامل، بس في هالسهرة اللي بنعملها كل سنة لنا خمس سنين هي الأوبن أير بارتي مسميها، يلي كل نايت كلابات وبابات البترون بيفتحوا بالشارع العام. كل ساعة مثل ما هلا تشوفوا بيطلع فاير وركس، بيتغير دي جي من الونش يلي هي السلة اللي فيها دي جي، بيطلع فاير وركس بيتغير، كل ساعة بيكون في دي جي مغير حسب كل نايت كلاب بيلعب موسيقته. الشوارع تحولت لنوادي ليلية بالهواء الطلق ولساحات عروضات للألعاب النارية والعروض المميزة، وكل شخص هون انبسط على طريقته، بس الكل على الطريق، ولكن حتى الساهرين ما قدروا يعبروا عن أجواء المهرجان. عايشين على الاخر للمأس، ما حوصف لك، ما بقدر ما بقدر ما بقدر اوصف لك كيف مبسوط. لا لا ما تعرف هذا لبناني اللي بدنا اياه، لبنان الشباب، لبنان البسط، ما بدنا لبنان الملاجئ. السنه كثير منيح وان شاء الله كل سنه بيكون احسن، بترون عم تطلع لفوق ما عم تنزل لتحت، بترون دايما لفوق. جد رائعه خاصه بلبنان انه اجواء حلوه والبترون، وانا حبيت اكون موجوده اليوم بالبترون لانه قدمت اغنيه للبترون اسمها نحن للبترون، فالاجواء مثل ما انك شايف رائعه. وفوق هالاجواء المميزه بامتار قليله تناوب اكثر من 10 دي جيز ليكونوا مايسترو الموسيقى يلي حركت الالوف بسهره خطه الليل. للسنه الخامسه على التوالي بتفتح البترون شوارعها امام الساهرين وبتنضم الى قائمه المهرجانات الدوليه باجواء اقل ما يقال عنها انها حماسيه من اجواء البترون. جورج عيد،